فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. المعاشرة بالمعروف هنا تعني أن تكون المعاشرة قائمة على أساس إنساني، وأن يتم ذلك بأسلوب لائق، وأن يتم ذلك من خلال ما بينه الشرع الشريف في طبيعة ما يحكم هذه العلاقة الزوجية. وبالتالي نستطيع أن نلخص هذه الصورة في نقطتين. النقطة الأولى مراعاة منظومة الحقوق والواجبات بين الطرفين. هنا لاحظوا أنا لا أتحدث عن الحد الأدنى لما هو حق وواجب متبادل بين الطرفين، وهو ما عادة يذكر في المسائل الشرعية في الكتب الفقهية. عادة يكون الحديث عن الحد الأدنى من الحقوق والواجبات بين الطرفين، لا مراعاة الحقوق والواجبات من خلال مراعاة الوضع المادي للزوج، ومن خلال مراعاة العرف العام أيضا. ثانيا، أن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين. يعني لو الزوجة تسيء إلى زوجها بالكلام، لو كانت سليطة اللسان، لو كانت تعيب عليه فقره، لو كانت تعيب أهله، لو كانت لا تحترمه بالتعبيرات وبالألقاب وغير ذلك التي تطلقها في أثناء حديثها معه أو تصرفها معه، حين ذاك نقول هنا ليست معاشرة بالمعروف. وأيضا الزوج لو أساء إليها بأن يعيب عليها مثلا مظهرها الخارجي، شكلها مثلا، أن يعيب عليها أسلوبها في الكلام، يعيب عليها مثلا مستواها التعليمي أو غير ذلك، أيضا هنا لا توجد معاشرة ومعاملة بالمعروف.